رسالة في السماء. منذ عدة سنوات وفي أوائل عام 1990 ذهب فريق من أولاد المدرسة في عطلة إلى شاطئ بحر يدعى بحر الصاير على جزيرة بورنيو. بورنيو تقع جنوب شرق آسيا. كان جميع الأولاد من فتيات المدرسة الابتدائية مع مجموعة من المعلمات المهتمات بالرحلة. كانت واحدة من المعلمات تحضر للرحلة واعتقدت على أنها سمعت الله يقول لها: إذا صليتن واعترفتن بأخطائكن التي فعلتنها سوف تشاهدن إشارة عظيمة من الله. كان اسم المعلمة سوزي. كانت امرأة لطيفة وجميلة، عملت حسنا كل أيام حياتها. كانت امرأة لطيفة، وفي هذا اليوم قالت للفتيات ما سمعت من الله. حسنا، وكتلميذات المجتهدات بدأنا يستمعنا إليها. بدأت الفتيات بالصلاة والاعتراف بكل أخطائهن، وقد أخذ هذا وقتا طويلا لأن الصلوات والاعترافات كانت كثيرة ومتنوعة لفتيات يافعات. وبعدها، بعد أن انتهوا من الصلاة، انتظرنا. وأتى المساء متأخرا، إذ كانت الساعة تشير إلى 12 صباحا. خرجت المعلمات والفتيات إلى البحر ونظرنا إلى الأعلى، إلى حيث السماء المظلمة الجميلة، وكان الظلام حالكا. فجأة وبينما هن متعجبات، شاهدنا شيئا. أضواء في السماء، لم تكن هذه نجوما ولا طيارات أو هليكوبتر، ولم يكن هذا القمر ولا حتى نيازك. وبدأت هذه الأضواء تتحرك في السماء المظلمة بطرق غريبة. هذه الأضواء بدأت ترسم رسوما وتكتب كتابات على صفحة السماء السوداء. هل تتصورون هذه الصدمة وكم هذا مثير للفتيات؟ بدأنا بالزعيق والضحك والصراخ والقفز والبكاء والفرح والإشارات، ويدلون إلى السماء بأصابعهن. شاهدنا أشكال القلوب، بمعنى كم إن الله يحبنا. رأينا كلمات مثلا فرح، محبة، سلام، بمعنى ماذا يريد الله منا كبشر على الأرض. وعندها شاهدنا جملا في السماء، واحدة منها كانت: أحب أولادي. محبة الله للذين يعرفونه، إنهن أولاده الروحيون. لسنا أولاده الجسديين بل الروحيون. وعندها شاهدنا أسماءهن في السماء: ماي لينغ، سوزي، وماري. وهذا يرمز إلى طرق الله لنرى أنه يعرف كل واحد منا باسمه، لأننا مميزون بالنسبة له جدا. كانت هناك أشياء كثيرة شاهدتها الفتيات ليلا مع المعلمة سوزي، وقد لمس الرب قلوبهن الصغيرة، فبدأنا بالبكاء والبكاء والبكاء والصريخ. نعم، بالبكاء. لم تكن الفتيات يبكين لأنهن حزينات، بل كنا يبكين بسبب فرحهن الذي لا مثيل له. ترون فجأة أولئك الفتيات الصغيرات بعيونهن المفتوحة بطريقة خاصة ومميزة. أراهن الله كم هو يحبهن ويحبنا نحن أيضا. إنه حب عظيم وكبير من الله، مكتوب في السماء.
إلى تلميذات المدرسة الجميلات ليقرأنها. عندما عادت سوزي والتلميذات إلى البيت، سجلنا أشرطة يخبرنا فيها ما اختبرنا. لكن هل تعلمنا ماذا حصل؟ نعم، هل تعلمنا ماذا حصل؟ الكثير من الناضجين لم يصدقنا سوزي ولا التلميذات، بل ضحكوا عليهن، حتى أن بعض الأولاد سخروا من الفتيات وقالوا أشياء كثيرة عليهن. بعد كل شيء، هؤلاء كنا فقط فتيات، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إنهن فتيات، إنها مدرسة الفتيات الغبيات. هذا الموقف جعل من الفتيات يبكين. لقد تألمنا، ليس فقط مما قاله الناس عليهن، بل كانوا حزينات بسبب أشخاص آخرين، وخاصة من الناضجين. كان لديهم مشكلة في تصديق الرسالة من السماء. كان الناس يرفضون الله، وخاصة هدية محبته لنا. لكن عندما قابلت سوزي وأخبرتني قصتها، صدقت قصة سوزي. قصة سوزي هي قصة حقيقية أخرى عن المحبة. تكلمت معها ووجدت أنها معلمة طبيعية، حسنة، حساسة، هادئة ومحقة. نظرت إلى عينيها البنيتين ورأيت حزنا، لكنها امرأة عاقلة. ربما قد تكون واحدة من هؤلاء المعلمات، 2+2=4، ليست معلمة بلا معنى، ليست مجنونة للغاية. أصدقها وأصدق الفتيات، أصدق ما قالوا عن محبة الله لنا، وعن محبته الأبدية، وعن محبته تملأ قلوبنا، وكيف يعرف كل أسماءنا لأننا مميزون له. أتمنى ذلك لكم أيضا، أن تصدقوا مثل الفتيات.